كيف وبكم أحصل على الفيزا للمالديف؟ يعتبر استخراج الفيزا من الأشياء السهلة التي يمكن الحصول عليها، فيمكن الحصول على الفيزا قبل الوصول لجزر المالديف، فيتم منح تأشيرة دخول لمدة 30 يوماً مجاناً لدى كل الجنسيات التي تدخل جزر المالديف، ولكن يجب أن يكون هناك بعض الإجراءات المتخذة، وهي أن يمتلك السائح جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر، كما يجب أن يمتلك السائح مبلغ $100 أمريكي بالإضافة إلى $50 لكل يوم مكوث في جزر المالديف. وهذه الإجراءات فقط تتبع عند التواجد في جزر المالديف، ولا يتم دفع هذه المبالغ، وإنما يجب أن يمتلكها السائح فقط. يجب أيضاً أن يمتلك السائح تذكرة سارية المفعول ليكون في مقدوره المغادرة عند انتهاء مدة سياحته في جزر المالديف.